السلام عليكم، اهلا بالجميع. نتمنى الكل يكون بخير وعلى خير وصحه جيده، ولان اليوم غادي نحضروا مع بعض ان شاء الله وباذنه. نتمنى الكل يعجبوه. ان تشيز كيك ما كيحتاجش الفران، بارد من ألد ما يكون واسهل ما يكون، يعني بالنسبه للناس اللي غادي تبغي تبدا وتخاف مثلا تجرب شي حاجه اخرى، مثلا التشيز كيك اللي كيطيب ولا شي حاجه، هذه اسهل حاجه باش تبداي بها. اش غنحتاجوا باش ما نطولش عليكم؟ غادي نحتاجوا 150 غرام ديال البسكوي مطحون، اي نوع ديال البسكوي مطحون، اي نوع كتحبيه ممكن تستعمليه. غنحتاجوا 45 غرام ديال الزبده دايبه، انا كنخليها شي شويه تغلي باش تحيد ليا من هذاك الماء. وغادي نحتاجوا واحد القبيصه ديال الملحه، انا غنديرها هنا مع البسكوي، وغادي نخلطهم نخلطهم. والمول اللي انا اليوم غادي ندير المول ديال 20 سنتيمتر. اغلبيه بحال هذه المسائل اللي كتكون شي شويه غورموند، يعني كتكون شويه فيها في الكالوري وداكشي، كنحاول نستعمل لي مول اصغر من 18 ولا 20، ما كنفوتهمش بزاف. ودابا غادي نبداو التشيز كيك ديالنا. غادي نخلطوا الزبده مع البسكوي ديالنا وغادي نحركوها. انا كنستعمل المعلقه، ومني غادي ندمج كلشي مع بعض غادي نحطوهم في المول ديالنا ونكملوا ان شاء الله. من بعد ما خلط الزبده يعني مع البسكوي، كنستعمل معلقه، ممكن تستعملي يديك عادي يعني ماشي مشكل. غادي نفرغوا في المول، انا قلت هذا عندي فيه 20 سنتيمتر يعني 8 انش، وغادي نسرحوا مزيان في المول اللي عندي بالضغط بالمعلقه. انا كنستعمل المعلقه كتجيني اسهل، ولا ممكن تستعملي كاس الا بغيتي تضغطي على من تحت يعني باش تجيك ساهله. ما حتى المعلقه ما كاينش مشكل. غادي نسرحوا وغادي نتلاقاو ان شاء الله. وها البسكوي ديالي من سرحته ضغطت عليه بالمعلقه شد بلاصتو يعني شد مزيان. غادي ندخلو للثلاجه باذن الله على الاقل واحد ساعه المكانه، ما كنستعملش في الفريغو، انا نخليه غير في الثلاجه عاديه واحد ساعه المكانه باش نكملوا تشيز كيك ديالنا. وغادي نوريكم الايطاب الثانيه اش غنديروا فيها. اوكي، ومن بعد ما خلينا البسكوي ديالنا على الاقل واحد ساعه المكانه في الثلاجه، ممكن تخليه 30 دقيقه في الفريزر، انا كان عندي الوقت خليته في الثلاجه ساعه. هذا هو الشكل ديالو. دابا غندوزو للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه فيها الفيلين غنحتاجو ليه فريز يعني كامل قطعته غير من تحت قديته، وعندي فريز قطعته اولا ستروبيري قطعته سلايس، غنوريكم كيفاش غندير ليه. عندي 150 غرام ديال كريمه الخفق اولا الهيفي كريم اولا ويب كريم. عندي 55 غرام ديال الشوكولات البيض، نوع ممتاز احسن باش يعطيك طعم زوين. عندنا واحد المعلقه صغيره ديال الفانيلا، عندنا مبشور ديال حامضه خضراء كامله، عندنا 100 غرام ديال الكريم تشيز، عندنا 100 غرام ديال الماسكاربون، هذا هو اللي كيدير لا ديفيرونس كلها يعني دون سكيبيت، هو اللي كيعطي المذاق احسن. وعندنا 15 غرام ديال السكر كلاص اللي غادي نطلعوا به الكريمه ديالنا. ودابا غنوريكم اش غنديروا ان شاء الله. اوكي، اول حاجه غنبداو بها هي غندوبوا هاد 55 غرام ديال الشوكولاط الابيض. كيف ما قلت يكون نوعيه ممتازه، واللي ما عندوش يستعمل اخر، كل على حد الانسان على حسب اللي عنده في الدار. غادي نذوبوه انا غير في الميكرووند على يعني 30 سكوند، ونوقف 30 سكوند وقف ونحرك، الا ما عنديش كميه كبيره باش نستعملها باش يعني نبرد نذوبها على الباماري ونرجعوا. ومن بعد ما ذوبنا الشوكولاط ديالنا، انا كندير ليه تقريبا غير بحال قلتي هاف يعني نص ديال ما كندوبوش حتى الاخر، لان الا باش ما يغليش، الا غلا كيخسر سيرتو هذا البيض او حتى الشوكولاط الاسود. كتذوبيه 50 تقريبا 50%، وكتكملي ليه الذوبان ديالته غير بالتحرك ديالو كيذوب. ها هو دابا واجد، غادي نحطوه على جنب يبرد ونكملوا المونتاج ديال التشيز كيك ديالنا. ندوزو ليطاب ثانية يعني المونتاج، تقريبا ماشي المونتاج لكن بحال مونتاج. كناخذوا الفريز ديالنا اللي قطعناه بحال هكا، كنديروه داير على المول ديالنا كامل. وانا كنحاول ما امكن مني قطعته من ليفل واحد، يعني عبار واحد ماشي عبار واحد، على ود الطول ديالهم باش يجيو مقادين. ومني غادي نكملوا الدوره كامله باش ما نطولش عليكم، غادي نعمروا بالفريز اللي قطعته، حيت لي غير الشابو ديالو من التحت، ونوريكم في الاخر كيفاش غادي يكون. هذا هو الشكل ديالو ملي كنعمروه كامل بالفريز بحال هكا، يعني طرونشات، هاد لي طرونش اللي بحال هكا، هاد لي طرونش كنديرهم في الجناب
وهذا كنعمروا بهذا وغادي ندخلوا للثلاجه باش يعني باش يبقى فريش لينا، يبقى الستروبيري بارد باش ما يطلقش لينا الماء ديالو، ونكملوا ليطاب الثانيه. غادي نجيو للايطاب ديال يعني ديال الفيلين ديال ديال التشيز كيك ديالنا. غادي نحطوا 100 غرام اللي قلنا ديال الكريم تشيز، وكذلك غادي نحطوا 100 غرام ديالنا تاع الماسكاربون، وغادي نضربوهم يعني نخلطوهم بالخلاط حتى يديطون يعني حتى تولي عندنا اون كريمه، الكريمه ليس، كريمه ليس سوبل يعني كتقدري تحكمي فيها. ونكملوا ليطاب، فغادي نوقف باش من باش من يعني على ود الصداع ديال الميكسور. كنا خلطنا يعني خلطوا بالباء، ممكن يتخلط غير باليد، غير انا باش يعني نسرعوا علينا غنضيفوا داك الشكلاط اللي ذوبت اللي ذوبنا ويكون برد طبعا، وغادي نعاود نخلطوا باش ينسجم تولي عندنا اون كريم ليس. ومن بعد غادي نضيفوا ليها معلقه ديال الفاني، الفاني، وغنزيد نضيف لها تقريبا معلقه ديال البشور ديال الحامض، حامضه خضراء كامله كنحكها ونوريكم كيفاش غادي نشوف. فاش وحنا مني خلصت خلطت عاود خلطت الشكلاط لا تيكستور كيفاش كتجي، ودابا غادي نضيفوا ليها الفانيلا كما قلنا والبشور ديال الحامض، حامضه خضراء انا ديما عندي تقريبا كيكون واجد بحال هكا نورمالمون، راه هكا هادي راه تقريبا بشور ديال الحامضه كامله، ومعلقه تاع لافاني بحال هكا، وغنعاود نخلط غير باش يتخلط ليا كلشي مع بعضه ونشوفوا لا تيكستور كيفاش غتولي، ونكملوا ان شاء الله لك تشيز كيك ديالنا. ها الخليط الاولاني واجد مع داك الحامض، ريحته غزاله، غير الحامض بوحديتو كيعطيك، هي واجده. دابا غندوزو نطلعوا الكريمه ديالنا كما قلنا 150 غرام ديال الكريمه السائله او كريمه الخفق مع 15 غرام ديال السكر، حنا ما نستعملوش السكر بزاف لان عندنا الشكلاط هنا. نطلع على الكريم فريش حتى تولي عندها يعني توقف، ونضيفها على هذا الخليط ونوريكم كيفاش غنصوبوا نمونطيو التشيز كيك ديالنا. راه تيوجد تقريبا في 30 دقيقه، الا عندك كلشي واجد في الدار 30 دقيقه يكون واجد. دابا غادي نديرو المرحله ديال الكريمه الهيفي كريم ديالنا اللي غادي نطلعوها، قلت 150 غرام ديال الكريمه السائله مع 15 غرام ديال السكر كلاص، غادي نطلعها حتى توقف ونكملوا باش من يعني باش من يعني ما كنبغيش نضرب باش ما نديرش صداع، وغادي نوريكم كيفاش غادي نكملوا ان شاء الله. وها الكريمه ديالنا واجده، يعني الكريمه السائله وجدناها، والتكست والميكستور ديالنا اللي صوبنا ديال كريم تشيز والماركه ماسكاربون مع بعضياتهم. دابا غادي نضيفوا عفوا الكريمه ديالنا على الخليط ونخلطوا غير بشويه باش ما نطيحوهاش، ونتلاقاو ان شاء الله. ها لا ميكستور ديالنا واجده، دابا غادي نحطها بجيب حلواني عادي او ممكن كيس بلاستيك او ممكن غير بالمعلقه، غير هي كتجي سهله بالبوش ديال يعني البوش ديال البوش باش نستعملو باش نقدروا ندخلوا لا كريم ما بين الفريز او الستروبيري اللي عندنا في المول ديالنا. اوكي نبداو بسم الله. ها تشيز كيك ديالنا يعني المول خرجته من الثلاجه والكريمه درتها في البوش، غادي نملي الفراغات واللي بقى من الكريمه غادي نحطهم من الفوق وغنسطحو نجيبو يعني نديرو السيرفاس ديالو بلا بالسباتيلا ولا بالمعلقه، لانه غنحتاج يكون عندنا الفوق سيرفاس هكا بلا زويونه باش من بعد كنديرو الكليز من الفوق اولا لا ديكوراسيون ديالتنا. غنوريكم كيفاش غنعمروها. غنبداو نبوشيو هنا بحال هكا في الوسط داير كاملين، تنعمرو هذوك البليصات اللي خاويين حيت حنا بغينا حتى الكريمه تبان ما بين ستروبيري ديالنا باش يجي يعني منظر زوين والطعم كلشي مخلط مع بعضياته منظر زويون. نكمل ونتلاقاو ان شاء الله. مني عمرت تقريبا كل الفراغات اللي كاينين ما بين الفريز ستروبيري، واللي بقى غادي نحطو من الفوق. اوبس كانت غطيح طبعا. غادي نحطو من الفوق وغنقادو بين سباتول ولا معلقه ولا اي حاجه، نحاولو نغطيو كل شيء اللي بقى
كنحاول ندير بحال هكا باش الا باقي شي فراغ خاوي يتسد. حنا يعني بغينا المنظر والمذاق ديالها يجي جميل طبعا. المذاق ديالها يجي زوين والمنظر ديالها جميل، المذاق ما نهضروش عليه، وكذلك بغينا المنظر حتى هو يجي زوين. غادي نكمل وغادي تشوفوا كيفاش بقى. شوف كيفاش كتجي منقطه بال 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 بالقشران ديال الحامض الخضر، منظرها غزال. غنكمل ونتلاقاو ان شاء الله. وها الشيز كيك ديالنا، يعني ملي غطيتو قديتو بال قديتو بالكريمه، ها كيفاش خصو يكون. كان ما كتجي قدو قدو، كنغطيها كامله وكنقاد لا سيرفاس باش ملي نحطو نبغيو نديرو داك هذاك الجيلي اللي غنديرو من الفوق اولا لا ديكوراسيون ديالتنا كتجي مقاده. هذا غادي نغطيه دابا، نغطيه بالبلاستيك الغذائي طبعا، وغادي ندخلو للثلاجه. الا بغينا نكملو لا ديكوراسيون ديالنا غنحتاجو على الاقل 4 ولا 6 ساعات حتى هاد الفيلين ديالنا ولا هاد الحشو اللي عندنا لداخل يساطل، يعني يشد راسو مزيان ويتقاد، لان حنا ما مستعملينش لا جيلاتين. فغادي غادي ياخذ 4 ولا 6 ساعات على الاقل باش يلاه يمسك مزيان، باش نقدروا نديروا لا ديكوراسيون ولا اي حاجه بغينا من الفوق. انا غادي نخليه يبات طبعا حتى الغدا، وغادي نقترح عليكم واحد الطوبين من الفوق تيجي غزال رائع وساهل، واي حد عنده في الدار كندير انا غندير له طوبين يعني بالكونفيتور عندي في الدار. ممكن تستعملي اي حاجه عندك في الدار، ونشوفكم ان شاء الله منين نخرجوا من الثلاجه من بعد 4 ولا 6 سوايع. انا قلت غادي نخليه يبات. دائما الكريم تشيز كيف ما كنقولها في الفيديوهات ديالي كاملين، بارد او لا طايب الفران ولا اي حاجه، يعني اي تشيز كيك لازم يبات كيف ما بغى يكون، كيطيب في الفران ولا ما كيطيبش في الفران، باش يعطيك الطعم ديالو والمذاق ديالو وكلشي. دوك لي زانغريديون كلهم كينسجموا مع بعضياتهم، نورمالمون كياخذ من 36 حتى 72 ساعه، فطبعا حنا ما نقدروش نصبروا عليه. فغادي نخرجوا غدا ان شاء الله وغنكملوا مع بعضياتنا، ونشوفكم على خير ان شاء الله. كما صوبنا تشيز كيك كيف صوبنا البارح مع بعضياتنا، حطيته في الثلاجه حيت صوبته معطل، داكشي باش خليته بات، ومن الافضل يبات. دابا غنصوب داك الكليزي اللي مكون فوق اولا نسميوه ديكور ولا نسميوه اي حاجه. غادي نحتاجو انا بالنسبه لي غندير 265 تقريبا غرام ديال جام، يعني تاع ديال الكونفيتور ديال الفريز. ممكن تستعملي اي حاجه اخرى، او ممكن تستعملي كذلك حتى البيوري ديال الستروبيري اولا ديال الفريز. وغنحتاج واحد 4 غرام ديال لاجيلاتين، كانت جيت ندير الاغاراغار لقيتها سالات ليا، فغندير هذه. فلا بغيتي تتفادي الاغاراغار ولا لاجيلاتين ممكن ديري معاها المايزينا وكتقل لك سميتو، اولا يعني تغيري كاع نهائيا فوق. انا غادي غير اقتراح من عندي، كل واحد يدير اللي عجبه. فقلت غادي ندير 265 غرام ديال الكونفيتور ديال الفريز، ما غاديش نستعمل انا البيوري ديال الستروبيري، غندير بها حاجه اخرى. غادي نديرو فوق البوطا يغلي، ماشي على شي حاجه غير باش يكون سائل، انا ما كنستعملش سائل من الاول، هنا عندنا ما كيكونش. غادي نغليه مزيان ونخليه يدفى شويه، غنزيد فيه لا جيلاتين، من بعد غادي نخويه فوق تشيز كيك وغنشوفها مع بعض. من بعد ما غليت الكونفيتور كما قلت، ممكن تستعمل البيري، ممكن تستعمل اي حاجه، كيبقى الفوق يعني لا ديكوراسيون اولا الطوبين، كل واحد يدير يعني كل واحد وذوقه، كل واحد شنو عنده موجود طبعا في الدار. هلا تشيز كيك ديالنا اللي وجدنا، كما قلت لي ما بغيتيش ديري لا جيلاتين ولا غراغار، ممكن ديري النشا حتى هو كيدير نفس المفعول. ها هو مني خليته تقريبا الليله كامله، حيت كما قلت درته معطل، وما لا درتي خصك على الاقل واحد 4 ولا 6 سوايع باش يشد راسو مزيان. دابا غادي نخويو عليه هاد سوري هاد البيري البيري تاع ستروبيري هكذا. غندير له هكا حنت بارد، دغيا غادي يجمد. هكا. ودابا غادي نعاود تاني نغطيه بالكيس بلاستيك ونرجعوه للثلاجه على الاقل مده ساعتين باش يلاه يمسك راسو يمسك مزيان، باش ملي نحيدوه ما ينزلش لينا مع الجناب. ونعاود نوريكم لا ديكوراسيون اللي غندير من الفوق، اولا ممكن تخلي غير بحال هكا ما محتاجش درج ديكوراسيون، ربي ان شاء الله يكون عجبكم. ومن يكمل لا ديكوراسيون نشوفوه مع بعض كيفاش غيكون ان شاء الله. ومن بعد ما خرجتها من الثلاجه يعني مجمد لي هذاك الجيلي اللي درت من الفوق الكونفيتور كما قلت لكم، وممكن دير اي حاجه، خليتها تقريبا ساعتين باش تجيلي فاي باش تجمد. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، زوقيها بالطريقه اللي بغيتي. انا درت غير يعني كنذكر لان فيها الفريز هنا، فدرت الدوره هنا ديال الفريز. وهذا هو الشكل ديالها، نتمنى من الله تعجبكم. غادي نوريكم كيفاش كتبان من الجناب ديالها. هذا هو الشكل ديالها كيفاش كتجي
كتجي صراحه زويونه منظر ومذاق. نتمنى من الله تعجبكم وتجربوها فعلا، ماشي غير المنظر حتى المذاق. وممكن تبدلي في الـ في الـ في الفروت اللي بغيتي، ممكن ديري الاناناس مثلا ولا اي حاجه اخرى باش يجي الشكل ديالها. ها هو فاش كيبان من هنا، كتجي على شكل فريزيه، ولكن هذه ماشي فريزيه لان درنا فيها حنا الكريم تشيز. الفريزيه كيكون فيها الماء، كيكون فيها الكريمه ديال كريم المسلم ولا كريم، تقريبا كتكون فيها كريم المسلم. هذه درنا فيها يعني كريم تشيز والماسكاربون. نتمنى من الله تعجبكم. ملي نقطع غادي نقطع ان شاء الله ونوريكم كيفاش كتجي من الداخل. ومن هنا لتما ان شاء الله نشوفكم على خير فيديو جديد يا رب ان شاء الله.